السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من أول المقاطع لدينا في هذه الحلقة وأول المواضيع، ونبدأ من ملف استمرار الانهيار في القطاع الصحي والخدمات الطبية في العراق. لعلكم تذكرون زيارة رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني إلى مستشفى الكاظمية، حينما مررت أجهزة الدعاية الإعلامية المحيطة به مقطعا مصورا بعدسة هاتف يعبر فيه عن نقمته على واقع الخدمات في المستشفى، وأثار المقطع في حينها تهكم وسخرية العراقيين، واصفين الزيارة بالاستعراضية التي لا تغير من الواقع الصحي المنهار. قال ناشطون وقتها أنه لا يوجد ما يبرر قول رئيس الوزراء بعد زيارته لمستشفى الكاظمية: الله لا يوفقنا على هاي الخدمة. أليس هو ابن العملية السياسية منذ عام 2003 التي أنتجت هذا الواقع المزري؟ بعد مرور نحو 8 أشهر على هذه الزيارة، ما يزال المشهد كما هو في المستشفيات الحكومية، ومنها مستشفى العزيزية في قضاء أو في محافظة واسط، الذي شهد مواطنا يتعرض أو تعرضت ساقه للكسر، شهد على حجم الإهمال حينما ترك دون أشعة. ما السبب؟ السبب هو انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود إجراءات لتوفير الطاقة الكهربائية لاستقبال الحالات الطارئة. دعونا نستمع لشهادته. أنا مستشفى العزيزية العام بلا أشعة، زين، ورجلي مكسورة. أستاذ صار ساعة أنتظر، بعد سوى أشعة رجلي يقولون انتظر الكهرباء، أنت والكهرباء بعد. هاي حالياً أنا بلا أشعة، زين. ننتقل ضمن نفس الموضوع إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. طبعا صنف موقع نومبيو الذي يختص بالمستوى المعيشي لدول العالم وجودة الرعاية الصحية، صنف العراق منتصف شهر أيار الماضي بالمرتبة الثالثة كأسوأ دولة في مجال الرعاية الصحية الأولية في العالم. وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 أن العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية في العالم من أصل 94 دولة مدرجة في الجدول، حيث حصل على 43 نقطة فقط، متقدما على فنزويلا وبنغلاديش. طبعا سارعت وزارة الصحة كعادتها إلى وصف التصنيف الأخير لموقع نومبيو بأنه مجاف للحقيقة ولا يستند لمعايير علمية، إلا أن تصريحات وزارة الصحة ومحاولاتها الدفاع عن خدماتها المقدمة سرعان ما اصطدمت بحجم الإهمال الذي تجسده المقاطع المتداولة عن جودة الرعاية الصحية في العراق. مثال على ذلك، في مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار اضطر عشرات المراجعين إلى قطع الطريق العام المؤدي للمستشفى احتجاجا على غياب مديرها وعدم تواجده وحاجتهم لختمه وتوقيعه من أجل ترويج معاملاتهم الطبية. لنشاهد. هاي أمام مستشفى الإمام الحسين التعليمي شعب الطوارئ، ردهة الشفاء التام. مراجعين يغلقون الشارع بسبب مدير مستشفى الحسين التعليمي ما متواجد بالمستشفى، وهاي الناس باقي على موت ختم مع المدير. مشاهدينا الكرام، دعونا ننتقل بكم إلى مقطع آخر من ذي قار إلى ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى. أظهرت لقطات مصورة من هناك جانبا آخر من معاناة المواطنين والمرضى، لا سيما الحالات الطارئة، حيث أكد مواطنون أن طوارئ مستشفى ربيعة أكد عدم وجود مادة أو تم تأكيد عدم وجود مادة البنزين من قبل المراجعين في سيارات الإسعاف، ما حال دون توجهها لإسعاف رجل في حالة خطرة في
في مشهد آخر من مشاهد الإهمال وعدم مراعاة أرواح العراقيين وسلامتهم. نشاهد. هسه عندنا بطوارئ ربيعة، اكو حالة طارئة، سيارة اسعاف ما ببنزين، ويقول لهم انا ما عندي بنزين، والرجل بين الحياة والممات. تفضل ارعاك الله، هاي طوارئ ربيعة، سايق يقول ما ببنزين. الآن مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سلطان يقول: لصوص حرامية، لو تروح بتاكسي أحسن، الله يشفي مريضكم. تعليق من أحمد يقول: أكيد ماكو بنزين أكثر من إسعاف داخل مدينة الموصل، أشوفها داخل الأحياء السكنية مسويها سيارة خاصة. عمر يقول: بلد مهزلة، هاي السيارة ما الصحة، ما بها بنزين، شلون راح تسعف المريض هاي؟ وآخر تعليق لدينا من أم شهد تقول: والله مرة خابرت الإسعاف عندنا حالة ولادة، قال يا الله جايكم وحضروا لي 5 لترات بنزين، وخلي ولدنا وخلى ولدنا تتطافر على الجيران يشحذون بنزين. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستمع إلى رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا. تفضل يا أبو أحمد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بس مستغرب هاي الفلوس وين تروح؟ نعم. مبروك مبروك فوز العراق، مبروك فوز العراق. طبعا هي صحيح. الآن مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات فاز المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم على نظيره الإيراني في بطولة كأس غرب آسيا لكرة القدم المقامة في العراق. طبعا تهنئة لكل العراقيين وتهنئة للمنتخب. تفضل أبو أحمد. تهنئتين أستاذ محمد. المهم نرجع لموضوعنا. نعم. موضوعنا أنه دول الفلوس وين يودوا؟ أنا مستغرب، يعني هسه ميزانية إذا وزارة الصحة ما مخصصينها، وزارة الكهرباء ما مخصصينها، وين يودوها؟ التعليم المقاعد مكسرة. يعني إحنا أتذكر إحنا قبل كنا كل من داوم من نجي للدوام للسنة الجديدة كنا نقعد إحنا بالإعدادية والمتوسطة كل واحد على رحلة، 42 رحلة بالصف، نجي 42 رحلة جديدة حتى بسمار ما طالع، كانت اكو ورش المدرسية تسويها، الصحة لا. نفس العملية، الصحة كان قبل اكو المراقبة عليها، متابعة، الدواء متوفر، النظافة متوفرة، هسه ما عندهم كادر، ما عندهم يعني ما عندهم علة أو سبب أنه ما كادر، كادر متوفر بشكل مو طبيعي، فليش هاي يعني نقول سيارة ما بيها بنزين؟ يعني مو مهزلة هذه؟ لما يطلع محمد الشيع السوداني قدام الكاميرات يقول الله لا يوفقنا على هاي الخدمه، يعني بس سؤال، انه مو المفروض اكو بعد هذا الغضب او بعد هذا الامتعاض انه اكو تصرف، اكو اجراء يتخذ على ارض الواقع، اكو تحسين؟ صار له 8 اشهر هذا المقطع اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، 8 اشهر، يعني اكو دول قامت ببناء مستشفيات في ظرف شهر وشهرين بسبب الحالات الطارئه والحاجه. احنا 8 اشهر لا استحدثوا مستشفيات جديدة، لا طوروا بالقطاع الحكومي او بالمستشفيات الحكومية، 8 اشهر مو شوية. طبعا لا طبعا، هو شنو، هو كل واحد عنده لازمة، ذاك القبر له عماد، هذا الله لا يوفقني، هي شنية هو ترويج للخصخصة. نعم. يعني كل واحد بيهم دي يبني له مستشفى ويستفاد من عندها بالبدء، يعني على اساس هو مستشفى خيري، اي خيري. يعني هذا القزويني بنى له مستشفى على اساس حتى الارض اخذها عود بقى تتبرع. الان الكلفه للمراجعه كلفه جدا عاليه، فذول ما ادري ايش يردون، مدافع ايماني. يعني شنو والله مدافع ايماني، هاي الشغله يعني صدق تألمني يعني. يعني الى متى نبقى الشعب ساكت، يبقى الشعب موافق على هاي الامور؟ يعني انا ما عندي والله. اشكرك جدا استاذ. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا، اشكر حضرتك للمشاركه. نكرر التهنئه مشاهدينا الكرام للمنتخب الوطني العراقي بمناسبه فوزه وانتصاره على ايران في العراق ببطوله كاس غرب اسيا لكره القدم، اللي انتهت بفوز المنتخب بضربات الجزاء الترجيحيه بعد التعادل بهدف مقابل هدف في الاشواط الاساسيه. طيب ننتقل الان مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر لدينا في هذه الحلقه. طالب عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي الحكومة بتقديم تفسيرات بشأن توقف إعادة تأهيل طريق بغداد الموصل ومدخل بغداد الشمالي من جهة التاجي بعد التصريحات الاستعراضية لرئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني، حينما وعد بتطوير الطريق وإشرافه شخصيا
على هذا المشروع. طبعا استغرب عراقيون من توقف الآليات عن العمل بالرغم من الحاجة الماسة لتطوير الطريق الذي يعاني منه العراقيون منذ 20 سنة بسبب الزحامات المرورية وغياب الإدامة. دعونا نشاهد في المقطع الآتي من هناك الذي يرصد توقف العمل في المشروع وزيف تصريحات السوداني بشأن الإشراف على تأهيله. لنشاهد. هذا طريق بغداد التاجي أو بغداد الموصل. الطريق هذا يعني صار تحت الإشراف محافظ بغداد وبالتوجيه من دولة رئيس الوزراء. هسه بتوقف العمل فيه. هاي الآليات كما تشوفون توقف الكوادر اللي تشتغل كوادر فنية، أما الآليات وعمل الآليات متوقف. وهاي يومية دمار ويومية يعني حوادث تصير والأرواح مهددة من هذا الطريق. وشوف الحفر اللي حافيها وعايفيها، لا إشارات ضوئية بالليل. عمل المشروع توقف تقريبا 10 أيام 15 يوم، رجعوا قبل 3 أيام انه بتوقف يومين، واليوم الجو مباشرة ليدبون تراب. اكو ابتزاز واكو هيمنة من جهات تابعة من داخل السلطة التنفيذية وايضا جهات سياسية. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام. يبدو أن الحكومة متهمة بتنفيذ مشاريع غير منجزة بشكل كامل وتسويقها على أنها إنجازات خدمية مكتملة، في حين تبين عينة أخرى من نماذج الإعمار التي تروج لها حكومة الإطار التنسيقي وماكنتها الإعلامية تبين شارع الكرادة داخل أو شارع الكرادة داخل التي لم يمضي سوى أسبوعين على إعلان إعماره، ليتبين أن ما تم إنجازه هو 500 متر فقط وليس كل الشارع. وحتى هذه الأمتار القليلة من طول الشارع كانت عرضة لتلاشي الطلاء، فضلا عن سوء جودة التعبيد الذي تأثر بدرجات الحرارة المرتفعة. لنشاهد. شارع الكرادة داخل بعد عملية التطوير والبناء اللي قامت بها وروجت لها حكومة الإطار التنسيقي. هل نشوفكم نموذج الإعمار وهل يستحق الترويج له أم لا؟ لاحظ هاي الأسباب وهاي عملية التبليط. لاحظ الإطار شلون العجلات الإطارات شلون طابعة بالتبليط. طبعا من شهود عيان من أهل الكرادة يقولون هذا بالثنتين الظهر درجة الحرارة مو واحدة، تحكه برجلك هيك تسوي له ينحك هذا. مستمرون مع نفس الموضوع مشاهدينا. الحكومة كذلك متهمة بسوء التخطيط وغياب العقلية الهندسية التي تراعي كل شيء عند إنجاز مشاريع الطرق والجسور، لا سيما في التخطيط العمراني ووجود الفضاءات والمساحات المناسبة. في محافظة البصرة استغرب ناشط من التخطيط الهندسي لجسر التنومة الذي ينتهي بالقرب من عمارة سكنية وبمساحة صغيرة لا تستوعب حجم الازدحامات والزخم المروري للجسر. لنشاهد. من أمام جسر التنومة الكورنيش جسر الشهيد كنعان الله يرحم شيخ كنعان التميمي، يعني بشرفكم هذا الجسر مكانه صحيح اللي البعض يسمونه الجسر العملاق. طبعا هذا الجسر يسمونه الجسر العملاق، يعني اخوان اللي خطط له واللي انشأ هذا الجسر مباشرة تعبر من التنومة تواجهك عمارة التأمين هذه بالي. يعني جسر قضاء مليون نسمة تعبر مقابل عمارة التأمين، يعني هذا شنو من تخطيط، شنو من عقول كارثية حقيقة. والله معجبين بهذا المهندس والخطط هذا الجسر حقيقة، نريد يبني لنا كم جسر عملاق، والله كم جسر يعني ضخم يربط لنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى متى نبقى احنا بهاي العقليات؟ مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. عادة تحيل الحكومات المتعاقبة أو أحالت وتحيل كذلك بعد 2003 المشاريع إلى شركات فاسدة تترك المشاريع دون إنجاز لتتحول فيما بعد إلى مشاريع متلكئة بعد أن تقوم هذه الشركات بأخذ أموالها المرصودة. ويشتكي مواطنون من الشركات الإيرانية التي تحيل الحكومة إليها مناقصات المشاريع والتي سرعان ما تترك المشروع دون إنجاز، ليبقى المواطن يعاني في دوامة سببها الفساد والانصياع للخارج.
مثال على ذلك في قضاء الشطرة، انتقد ناشط من هناك الدورة السلبية لشركة إيرانية أحيل لها تأهيل مشروع المجاري ومياه الصرف الصحي الذي قامت بتركه منذ عام 2009 دون أي تنفيذ ودون أن تحرك حكومة السودان ساكنا لمتابعة الموضوع بالرغم من رفعها شعار حكومة الخدمات. لنشاهد. أنا هسه أمام مشروع مجاري الشطرة الكبير يم الشركة الإيرانية اللي هي أحد أسباب المشاريع المتلكئة بمدينة الشطرة. حاليا الشركة الإيرانية ما أعرف بديلها شركة عبد الواحد إلى نصب الشركة. هاي رسالة لكم، أكثر المشاريع الموجودة بالمناطق لا تبليط لا رصيف لا مشروع بسبب منه، بسبب الشركة الإيرانية وشركة عبد الواحد اللي ما مكملة خطة المجاري. هاي رسالة لكم، مشاريعكم كملوها، لا شارع العدل مدخل المدينة بمشروع مشتغلينه، ولا المشروع اللي يجي من يم البنزين خانة للجسر، ولا المناطق المهمولة اللي تحتاج مجاري ولحد هاي اللحظة ما مشتغلينها. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عبود يقول: والله يا عمي هاي الشركات كلها وهمية، تعال شوف حاوي النهضة غرقان صار ليومين طاق المجاري هو بنص المدينة. حيدر يقول: شركة إيرانية اسم ولا أكو شركة أصلا، والمشكلة الكل مغلس وما يقبل يفتح ملف الشركة الإيرانية لأن المبلغ المصروف لهذه الشركة مبلغ خيالي، شنو السر ما أدري، على القضاء والمدعي العام في الشطرة أن يفتح ملف هذه الشركة. إحسان يقول: هو الوزير كل ما تخلص فترتهم ينطيهم مدد إضافية. وآخر تعليق في هذا الموضوع من حسين يقول: هاي الشركة لازم ندخل لها، لازم بيها سر، ما معقولة من 2009 لحد الآن. أدري شنو تصنعون صواريخ، يرادلنا مظاهرة كبرى عليهم، دمرت الشطرة وسقطتها، ولا مسؤول يقدر يوصل لها. مشاهدينا نستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام الأعزاء. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف العالم كله، الغرب أو إذا كانوا بالشرق، كل الحكومات يعني تسرع يعني نشوف الإنجاز هاي الأعمال اللي قاعدين يسووا من كثافة السكان، من أعداد السيارات، يعني نشوف العالم كله، يعني سنة 23 كل العالم نسمع عنه ونشوفه، يعني بناء جسر، وجود أنفاق، وجود مترو، كل هاي الأمور يعني على مود تخلق أنه بعيد الازدحامات، وتخلق أنه لشعبها، تخلق أيضا لرضاء الشعب على الحكومة. لكن للأسف إحنا بالعراق ما عندنا حكومة وما عندنا شعب راضي على هاي الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 ولحد الآن. ما قامت أي مشاريع، ما قامت أي بناء جسور جديدة، ما قامت بأي أنفاق، ما سوت أنه عندنا أماكن ببغداد ومحافظات يعني نشوف الازدحامات بها، الطرق الخارجية غير صحيحة، الطرق الداخلية أيضا هي كلها حفار، كلها يتأذى المواطن أثناء السير بها وأثناء الخروج من محافظة لمحافظة. هاي المفروض انه وزارة مديرية الطرق والجسور، مديرية المرور العامة اللي من تاخذ هي الضرائب والغرامات على المواطنين، يعني لازم ان يكون لها دورها. طيب سؤال ابو عمر، يعني حكومة الخدمات اللي هي حكومة محمد الشيع السوداني صار لها اكثر من 8 أشهر، شنو اللي انجزته اليوم؟ هل انت مواطن الان في العراق، هل لمست شيء في بغداد او شفته في غير محافظة او حتى سمعت من أقربائك أو أصدقائك أن هناك مشاريع خدمية قدمت إلى المواطن أكثر من 8 أشهر؟ شنو اللي حقق محمد الشيع السوداني رئيس حكومة الخدمات؟
استاذ اذا كان 8 اشهر واذا كان 20 سنة احنا ما نشوف انه لا شركات انه جتي من دول لا من تقدم لا من ازدهار بنشوفه. احنا لو نعرف انه عندنا حكومة يعتمد عليها الشعب لكان وجد يعني شركات لرجعوا الكهرباء لبناء الجسور. شفنا هاي احنا عندنا بس بالثمانينات شفنا يعني شركات اجنبية شركات سيمنس يعني سوت الكهرباء وشركات هندية وشركات المانية بنت عماير بنت يعني كل شيء إلنا بالثمانينات وبالتسعينات. هاي الحكومة من كل إلها بناها كل حكومة يعني تحب شعبها حكومة ناجحة حكومة متفوقة في أعمالها وإدارة أعمالها وإدارة وزراها. إحنا عندنا للأسف إحنا عندنا أحزاب يعني فاشلين وناس متعمدين على تدمير هذا الشعب وتدمير هذا البلاد. يعني كل العالم عندك بالصومال بالهند بالسودان يعني الناس دول يعني شعبها وضعها الموارد يعني الحالة الاقتصادية عندهم ضعيفة جدا. احنا بالعراق عندنا يعني الحمد لله والشكر يعني بلد النهرين وعندنا بلد الأمة والعتبات المقدسة وعندنا النفط كل هاي الثروات اللي هي ماخذتها سلطة الأحزاب وجاي تنهب أموال البلد. شكرا أبو عمر أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. عرضنا لحضراتكم زيف الادعاءات الحكومية والفشل في القطاع الصحي والخدمات. طبعا لا نزال نفتح ملفات فساد هذه الحكومة واحدا تلو الآخر، إذ تسير هذه الحكومة بخطى متسارعة للهيمنة على الأراضي والمساحات الخضراء واستثمارها في بناء المجمعات السكنية الباهظة من قبل متنفذين كما يحدث بالقرب من جسر الصرافية في بغداد، حيث تشير مصادر إلى تورط أمين بغداد الحالي بتسهيل استحواذ نائبة في البرلمان على مساحات خضراء تقدر قيمتها بملايين الدولارات وهي تابعة لأمانة بغداد. وبالرغم من المخالفة القانونية في استغلال المناطق الخضراء وبالأخص على كورنيش دجلة، باشرت مجموعة من الجرافات العمل بعد وضع إعلان للمشروع لإنشاء مجموعة مطاعم قرب جسر الصرافية. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام لعلكم تذكرون ما حدث قرب جسر الطابقين في بغداد الذي يربط منطقة الجادرية وسط العاصمة بالدورة جنوبيها، حينما أظهرت صور بثتها قناة الرافدين في برنامج صوتكم وقتها شروع أمانة بغداد بوضع جدران حديدية على جانب الجسر لحجب الرؤية عن الجهة المقابلة، حيث توجد أراض ومساحات خضراء تسعى جهات متنفذة للاستيلاء عليها لبناء مجمعات سكنية استثمارية. حينها سارع رئيس الحكومة للملمة الفضيحة وأمر بإزالة الجدار قبل أن يظهر مقطع مصور آخر يبين وجود جدار آخر للتغطية على قصور ومنتجعات وفنادق يمتلكها متنفذون ومنهم عمار الحكيم وعائلة جلال الطالباني رئيس الجمهورية الأسبق، بالرغم من ادعاء الحكومة إصدار أوامرها برفع مثل هكذا جدران. دعونا نشاهد. هذا السياج الستر الثاني القديم الأخضر، هذا السياج مو هذا السياج؟ هاي شكو وراء جوه هنا باعوا الفلل والقاعات الجاي تنبني. هاي ليش ما تنشال السيد رئيس الوزراء؟ وإذا القاعات تابعة لجماعة السيد عمار الحكيم أو الجماعة برهم صالح ومام جلال، القانون فوق الجميع، هذا الستار يجب أن ينشال. هذا معلم من معالم بغداد جسر الطابقين، مو الجماعة يغطون ستر ويبنون بكيفهم. عاش العراق. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. ياسر يقول اشبقى ببغداد ما أخذوه، الله لا يوفقهم، مدارس أخذوا، أراضي أخذوا، بيوت العالم استولوا عليها. تعليق من ليث يقول أمانة بغداد ودوائر بلدياتها غرقانة بالفساد. تعليق من صباح يقول مع الأسف الشديد على هذا الخراب اللي دا يصير بالبلد
وسرقت أموال الشعب في عز النهار. تعليق من صلاح يقول: تشويه المناظر ومعالم بغداد لمصالح شخصية. ننتقل بكم الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يعاني قطاع النقل ومرافقه هو الآخر أيضا من الفساد والإهمال، ولم تدخر حكومة السودان جهدها في إبراز عضلاتها والاستعراض إعلاميا وإطلاق الوعود بتحسين هذا القطاع الحيوي قبل أن تتبخر وعودها. فلا تستغرب عزيزي المشاهد حينما تعلم أن خطوط فلاي بغداد التابعة لعمار الحكيم، كما تؤكد مصادر مطلعة، مسؤولة عن تأخير المسافرين لساعات طويلة بسبب الأعطال المتكررة في طائراتها دون أن تتعرض للمساءلة أو المتابعة من قبل وزارة النقل. في مطار صبيحة في مدينة اسطنبول التركية تفاقمت معاناة ركاب إحدى رحلات هذه الشركة ذات الخدمات السيئة بعد تأخرهم لساعات طويلة في مشهد بات يتكرر كثيرا. دعونا نشاهد. يدرون اكو عقل، وينهم هم؟ لو بس مسافر من غير دولته اشوف ايش يسوي مسافر واحد، يعني لانه موضوع عراقي صار لنا من الساعه بالوحده على شركه فلاي بغداد، وهاي الحاله سلمنا جنط الساعه بالعشرة الا خمسة، وهاي اطفال وناس مرضى وكلها ضاله، والساعه هسه بالستة، هسه الساعه بالستة وماكو كل جواب. ساعتك هسه بيش اخي؟ 6 الظهر. هسه الساعه بالعشرة الصبح داخلين المطار، يعني وهسه الساعه بالستة. الساعه بالستة. كل نتيجه ماكو. هاي ايش طياره؟ وهاي طياره فلاي بغداد، واحنا لحد الان كل نتيجه ماكو. يقول لك عطلانه ما اعرف شنو. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. بالرغم من زيارة محمد الشيع السوداني لمطار بغداد واستعراضه إعلاميا وقام بتغيير مدير المطار، إلا أن المطار لا يزال يشهد إرباكا وغيابا للتنظيم، ما يساهم في زيادة معاناة القادمين والمغادرين، حيث رصد مواطن حال المسافرين القادمين في ظل استمرار عمل شركات تاكسي المطار التي تكلف المسافرين أسعارا باهظة مقابل خدمة سيئة، فضلا عن العناء في الوصول لمواقف هذه الشركات بعد أن سمحت الحكومة للمغادرين فقط بالدخول بالسيارات حتى صالات المطار دون أن تقوم بحل مسألة القادمين بسبب هيمنة أحزاب ومتنفذين على شركات التاكسي المقدمة لخدمة التوصيل. لنشاهد. هذا حال المسافرين في مطار بغداد، يذبون هنا أنا بالشارع فوق ما يدفع كروة 15,000 على مسافة أقل الكيلومتر، هو عائلته وأطفاله، ويجيب جنطة وغرابة بالشارع والسيارات بسرعة باوع من هنا، ويريد يطلع مشي الدلة كلها والمشي منا نص ساعة يلا يوصل الجراج الثاني فوق الإجور اللي هو دافع، يعني ها بس بالعراق الدلة يجي ينزل من طيارة يوصل اللي جاي يشبع دلة هو وأهله وناسه حتى يوصل للمكان. الموضوع لا ينتهي عند هذه الفوضى فقط. لا يخلو أي مرفق من مرافق مطار بغداد من غياب المتابعة وسوء التخطيط بعد أن كان هذا المطار من أفضل مطارات المنطقة. ولا تستغربوا إن قلنا لكم بأن حتى وجهة القبلة داخل مسجد المطار لم تكن صحيحة بسبب سوء التصميم الذي لم يراعي هذه المسألة المهمة. لنشاهد. يا طب اي جامع حتى الصلاه بالمسجد تلقى هاي علامه على انها القبله. اصلي هسه انا من اجي صليت شفت اكو ورقه مكتوبه هناك، بس انا اتوقع اذا كاتبين بالورقه هذه مثلا الموبايل لا تستخدمه، لا تنام، لا شيء، ورا ما خلص الصلاه قصت فالتفت شوف ايش كاتبين. شوف ايش كاتبين. كاتبين القبله عكس الاتجاه. يعني هاي القبله. هاي القبله. وانا صليت في الاتجاه زين، يعني انا ما اعرف حتى بيت الله ما عرفت تدبروها، يعني هذا ما تعرفون تشيلون تحطون هناك تورطون العالم يصلي بهالاتجاه ما يدري، وكاتب لي هيك ورقه القبله عكس الاتجاه، هاي شنو هاي؟ نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشان هذه المقاطع. خليل يقول: هذا الامر ان دل على شيء فانما يدل على فشل اداره المكان. حسان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شل من الحرامية الذين يمتازون بالغباء الشديد.
صادق يقول هذه الورقة الناس خالتها بعد التحقق من مكان القبلة، هم لهسه ما يدرون وين القبلة القائمين على المطار. أبو حذيفة يقول وهم شو معرفهم بالقبلة، هم قبلتهم الفلوس وما يهمهم الصلاة. وبالصدفة أيضا أو بالمناسبة بمناسبة هذا الموضوع نصف أعضاء البرلمان رايحين للحج. طيب نسمع رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني من هسه من طلعت الصورة مال الجسر الطابقين. نعم. منهم خلين حاج الهشبة ما حد يشوف، ما حد يشوف الفساد مالهم والطيحان الحظ مالهم غير. زين يعني هو لو براس صغيرة هو هذا يقولون مسؤول، لا والله يقول مسؤول يكفر. هذا مو مسؤول، هو لو براس صغيرة على هذا الجسر ما يمشي. هذا الجسر صار بظرف 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 صعب. والعراق كان محاصر. محاصر. وهات ليش كلف الدولة هذا الجسر؟ هم لو بروس صغيرة هات كلفهم ترى طنين ورق. طنين ورق. نص ورق طبع كانت. وهسه مليارات حتى انصرف. شارع حد فوق القاع ما يقدر يبلطه. نقرا ما الشارع ما يقدر يبلطها. ما يفتحون ما يخجلون. ويرد بالجامع. زين مو قلت لك يعتمدون على ناس فاشلة لأن هي دولة فاشلة. مو دولة. ناس حرامية فاشلين. عيجيبون ناس مو كفاءة، عيجيب الشهادة مالته هاي مو نبو نوتين أنا عيدها، جيب شهادته من برا والله الدكتور، دكتور ما ليش، دكتور مال قواطي مال زبل هذا مو دكتور، مع احترامات. يعني عاشوا في بلدان متطورة متقدمة بها البنية التحتية، القطاع الصحي الخدمات، ليش ما نقلوا هاي التجارب للعراق؟ عاشوا مو هم عاشوا بالغربة معارضين اللي ببريطانيا واللي بفرنسا واللي بأمريكا. لا تركي كان يغسل مواعين بمطعم حتى وين كان سيد ابو عبد الله وين كان يشتغل يغسل مواعين، لكن كان يغسل مواعين في لندن مثلا او في استراليا او في فرنسا او في امريكا، بلدان كلها بها ناطحات سحاب وبها بنيه تحتيه عملاقه. ما يقدر يطب هذه المكانات الراقيه لان هي الشرده ما يخلوها تطب على المناطق الراقيه. عمي اخاف هنا جاي وصاروا اسياد وصاروا وهم هو يظل شو خلي يقول يظل دليل ترى دليل الأسياد البرا على مشو أسياد برا على مشو سوي كذا وهذول خاف يقول لك موازنة شديد لازم تقرر إيران وتقرر تركيا وتقرر أمريكا يجلس على وقت تقرر الموازنة. هاي الانتخابات مال مجلس محافظة هاي توسي على البوق مجلس المحافظة سوى مجلس الأقضية سوى ناس جت حراميه ناس باقت ماكو عاشت صح انا اعرفهم حق المعرفه صاروا مليارديريه ماكو وعسى الشعب بلقيح حيث مع احترامات للشعب. نعم يعني ناس دايحه عمي وهاي يقول لك والله مام جلال ولا اخ ماكو عمارات مين جابها من فلوس ابوه وكلهم يطلعون بالتلفزيون يقول لك احنا ناس عايشين بالايجار، احنا عايشين على الراتب البسيط، احنا ما عندنا غير شغلات بسيطه. يعني على قولتك انت هذا البناء وهاي المشاريع وهاي الصفقات وهاي الشركات والاستثمارات مال منو؟ مين؟ مو بس شركات استاذ العزيز، خليني احكي مع احتراماتي لك ومع احترامات المشاهد والملاهي والديسكوات هذا المن؟ نعم وهذا بيع الخمور المن؟ وبيع الكريستال المن؟ ليش ما يفعلون قانون من اين لك هذا؟ هذا ليش ما موجود عندنا بالعراق؟ لا هالسادي هذا ما يخدمهم هذا تدري ليش؟ كلهم حرامية وهسه اكو ابسط شيء عندك بلدان العالم طبعات الاصابع خلينا نقول للمجرمين ها؟ نعم للمجرمين طبعات اصابع بعدها على القديم على الحبر ماكو؟ نعم نوبة سألت واحد هم هذول ابو الزل الجنائية قلت له ليش ما تسوون هاي البصمات الحديثة؟ قال عمي يطلع البرلمان كله مطلوب. هي. قلت له هم كلهم مطلوبين على شنو؟ تمام انا اشكرك ابو عبد الله من صلاح الدين، شكرا جزيلا لك للمشاركة. مشاهدينا الكرام نذهب الان الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل مع حضراتكم الحديث في حلقتنا لهذا اليوم وأيضا نستعرض ملفات أخرى، ابقوا معنا. لماذا يتعثر توافق الليبيين على صياغة القوانين الانتخابية في البلاد؟ كيف يمكن تجسير الخلافات بين الجهات السياسية وصولاً إلى قوانين انتخابية محل إجماع وطني؟ ما دور البعثة الأممية في
تيسير الاتفاق بين الليبيين؟ وهل تملك فرص النجاح في مهمتها؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان لماذا تتعثر القوانين الانتخابية في ليبيا؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. يضطر ملايين العراقيين إلى الهجرة بسبب الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادهم، ويحاول غالبيتهم وبعد 20 عاما من الاحتلال بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة اللجوء إلى الدول الأوروبية للهرب من الاضطرابات والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد خلال العقدين الماضيين. ومع حلول اليوم العالمي للاجئين في 20 حزيران، وهو يوم يحتفي به العالم بالأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات والاضطهاد، لا يزال مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة، لا سيما مع تضاؤل الأمل بمستقبل أفضل لهم ولبلدهم في ظل الأحزاب والميليشيات التي تحكم العراق. المزيد من التفاصيل في سياق الإنفوغرافيك الآتي الذي عده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نستمع الآن إلى رأي السيد صباح من بغداد. تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أعرف يمكن موضوعكم على المطار. والله أستاذ صباح، عندنا كثير من المواضيع. اليوم طرحنا موضوع يتعلق بمطار بغداد الدولي ومعاناة المسافرين العراقيين مع شركات تاكسي المطار اللي يوصل للعراق اليوم يعاني حتى يوصل إلى ساحة عباس بن فرناس، وبعدين شلون يركب إلى بيته وغيرها من هاي المعاناة وهاي الإجراءات التعقيدية. طبعا هذا موضوع من مواضيع كثيرة تتعلق بالطيران العراقي أو بشركات الطيران، منها تأخر الرحلات بفلاي بغداد، سوء الخدمات داخل المطار، المقطع اللي عرضناه اللي متعلق بمسجد المطار اللي اتجاه القبلة بيعكس المكان مال وقوف المصلي. يعني فضائح كثيرة حقيقة. القائمين على مطار بغداد ووزارة النقل وينهم من هاي الفوضى الموجودة مع شركات الطيران أو مع الإدارة داخل المطار؟ أستاذ محمد، احنا نعرف بكل البلدان المتطورة واللي بالذات عندها بلدان نفطية أو تجارة أو اقتصاد قوي تكون المطارات هي واجهة للبلد، يعني يهتمون بالمطار لان بيه زائرين وبيه ناس سياح وبيه ناس اشكال تجي الوفود. نعم. فيهتمون بهذا الشيء. احنا من كان تعدادنا يمكن
14 مليون نسمة بالثمانينات تم إنشاء هذا المطار، وكان بوقت يعني يمكن أكبر وأجمل مطار بالشرق الأوسط، مطار صدام الدولي بوقته كان اسمه. فهذا المطار الآن النسمة مع العراقيين اختلفت 40 مليون، وكبرت مساحة الناس العفو كثرة الناس. المفروض بي أولا يخرج من مكانه هذا وينبني مطار جديد يليق بالعراق، لكن هم ما مهتمين بهاي الأشياء. وزير النقل شقد اجت ميزانيات وشقد سرق ميزانيات؟ هل الحكومة العراقية تمتلك خطوط جوية لها طائرات حديثة؟ ماكو، ما دعمهم هذا الوزارة، ما دعموها، لأن يعني الوزير اللي يجيك فاسد من أيام هادي العامري، من كانت عندهم خروقات أمنية وسلمهم أكثر المشاريع لداخل المطار، من النقل المسافرين من داخل المطار إلى ساحة عباس بن فرنات. المطار ما صارت عليه لا إدامة ولا غيره ولا بنم واحد جديد مكانه، وهي مو ما تكلف شقد مليار دولار أو مليارين أو خمسة واجه الدولة، لكن هم ما مهتمين بهذا الشيء، لأن هم يحسون فتهم أن العراق مو لهم وجايين بس يسرقون. وتشوف الحرائق اللي صارت به، من يصير زخم شلون الشركات اللي تعمل به مثل فلاي بغداد العمار الحكيم، وكلهم ماخذين استثمار مقطعين المطار الى 20-30 استثمار داخلي لهم، للمكاتب الاقتصاديه مال الحشد، للاحزاب، وبكيفهم. ومطار ما بيه لا سياده ولا تحس انه واجهه حقيقيه تمثل سؤال البلد. سؤال بس يا سيد صباح، طبعا تاتي كثير من الشكاوى من العراقيين المسافرين مرورا بمطار بغداد الدولي، يقول لك انا من اجي ادخل للمطار تواجهني 5 مراحل تفتيش، وبعدين داخل المطار اكو 2 أو 3 مراحل للتفتيش ايضا. يعني هل لهالدرجه يريدون الامن يضبطوه ويستتب وعايفين البلد بيد الميليشيات والسلاح المنفلت؟ استاذ محمد، هاي الخوف من هاي السيطرات والتفتيش والسنارات الموجودة، هذا خايفين على ناس، هم أشخاص هم كسياسيين وأقادة أحزاب ورايحين جايين وعوائلهم رايحة جاي، يخافون ليصير خرق أمني وهم موجودين داخل المطار أو على طريق المطار. ما يخافون من على أمان المواطن العراقي، لأن احنا نعرف خارج عباس بن الفرناس داخل بغداد العاصمة آلاف مؤلفة من المفخخات تم تفجيرها، وما كمشنا أي إرهابي حط هاي السيارة أو العبوة داخل المطار، يأمنون المطار خوفا على هم أنفسهم أو الناس اللي سفراء الرايحين جايين، مو المصلحة المواطن العراقي اللي يأمنون هذا الشيء. الدليل على أن انهيار الملف الأمني بكل المحافظات العراقية ما داري لأي بال، وهو هذا التناقض، هذا التناقض اللي نتكلم عنه. يعني هم يصبون مصلحتهم مصلحتهم خوفا. المشكلة الثانية المشكلة الثانية ليش يسمحون إذا هم سووا قانون بالسماح بدخول السيارات إلى داخل المطار، ليش يسمحون بالسيارات اللي تدخل للمسافرين فقط ولا يسمح للسيارات اللي المفروض تدخل لاستقبال الواصلين؟ يعني شنو، على أي أساس؟ اكو جو، اكو تاكسي بغداد يسمونه، هذا تاكسي بغداد ماخذين القائمين عليه ناس منظمة بدر، يعني ماخذيها صفقة وعقد ماخذين من وزارة النقل ان هم يوفرون التكاسي الحديثة للمسافر العراقي، يخرجون بمبالغ يعني اموال طائلة، يعني ضعف اضعاف الاجرة اللي ياخذها التاكسي العادي، في سبيل هم يستفادون من عنده، وعندهم سيستم داخلي مهيئين نفسهم بالكامل ان سيارات حديثة وما حد يجي الا عنده باج ابو التاكسي، في سبيل هم يهيمنون على هذا الموضوع، ان المسافر من يطلع ينجبر ان يصعد بهاي السيارة اللي هي تابعة إلى إلى ناس تابعين للأحزاب ومنظمات، في منظمات إرهابية مثل بدر. شكرا سيد صباح، أنا أشكرك للمشاركة. طبعا ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج. جدد الخريجون من 10 الأوائل تظاهراتهم المطالبة بالتعيين أسوة بال3 الأوائل بعد الإقصاء والتهميش الواقع عليهم من قبل حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني، حيث تم استثناء 10 الأوائل من قانون التشغيل والاقتصار على 3 الأوائل منهم فقط. وعبر الطلبة الأوائل عن خيبتهم بعد عدم تضمينهم في الموازنة العامة خلال تنظيمهم تظاهرة في بغداد هي الثانية في غضون أسبوع، طالبوا فيها بالإنصاف عبر تعديل القانون وشمولهم بالتعيين أسوة بال3 الأوائل تزامنا مع تصدر وسم تعيين 10 الأوائل مطلبنا. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم في موقع تويتر. مثنى يقول: أين حق 10 الأوائل؟ ما هو دوركم إذا لم تنصفوا الكفاءات؟ لا خير في حكومة تتجاهل الكفاءات. لدينا تغريدة من أحمد يقول: لماذا هذا الإجحاف والظلم بحقنا وعدم تضميننا في الموازنة؟
إيمان تقول: أنصفوا العشر الأوائل على الأقسام من تسلسل 4 إلى 10. وآخر تغريدة لدينا من زين يقول: زين العابدين، سيطول وقوفكم أمام الله، أنصفوا المظلومين العشر الأوائل. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.